مسجد تيبو سلطان مسجد شهير في مدينة كالكاتا بالهند. سمي على اسم آخر سلاطين المسلمين تيبو بن حيدر علي سلطان إمارة ميسور ولقبه نمر ميسور لكثرة ما أثخن في المحتل الإنجليزي والهندوس وقيادة الجهاد المسلح ضدهم بعد اضمحلال حكومة المغول. بناه الأمير غلام محمد الابن الأصغر للسلطان تيبو في عام 1832 للميلاد تخليداً لذكرى والده. يتميز مسجد تيبو سلطان بمئذنته العالية الشهيرة التي تناطح السحاب وقبابه المتعددة. كثير الأعمدة تتوسطها قبة رسمها بسيط ومنارتان عليهما نقوش كثيرة. بناؤه المعماري جزء لا يتجزأ من النسيج التاريخي لكالكاتا الهندية. أوائل الثمانينيات من القرن العشرين تضرر مسجد السلطان تيبو بسبب أعمال تشييد السكك الحديدية للمترو في المنطقة ثم رمم. المسجد شأنه شأن معظم المساجد في الهند، بني على شكل حصن وقلعة لتحتمي وراء أسوارها الجماعة المسلمة الناشئة ساعة الخطر. وعلى شكل صروح معمارية ضخمة تبهر أنظار الهنود وتجتذبهم إلى الدين الجديد.